بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رافد وياكم ورجعت لكم بفيديو جديد. بالبداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية الجديدة 2015. عاد الله علينا بالصحة والعافية، ونحب نهنئ أيضا إخواننا المسيح في كل أنحاء العالم بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. فلذلك خلينا نبدي طبعا بالبداية. اليوم عندنا حلقة ارتجالية شوية، الحلقة هاي احتاجت فريق إعداد وفريق عمل. المهم على ما تطلع بالصورة اللي هي أمامكم. طبعا الحلقة صورناها يجي تقريبا 3 مرات لحد ما إنك مرضت وبعدها ما خلصانة. بعض الأشياء يمكن صورت الحلقة الأولى وصلت ل20 دقيقة، بالتالي ما كحت فعليا راح يبقى 20 دقيقة من الحديث، فلذلك حاولت اختصرها. كانت عندنا الحقيقة قائمة عريضة من الأجهزة، مختلف الأجهزة اللي صدرت من بداية 2014 إلى حد الآن. فلذلك إحنا شو راح نسوي بهاي الحلقة؟ بهاي الحلقة راح نتحدث عن أهم الأجهزة اللي صدرت في عام 2014 واللي حققت أصداء عالية في عالم التقنية. أجهزة عديدة من شركات عديدة راح نتحدث عنها، بس راح نتحدث اليوم على النبذة، أو خلينا نقول الخلاصة، الزبدة من اللي صدر في عام 2014 واللي حققت أعلى مبيعات. فأول شيء خلينا نبدي بأفضل هاتف أندرويد لعام 2014 إلى حد هذه اللحظة، هو السامسونج جالاكسي نوت 4. طبعا اللي أتكلم عليه نسخة الـ4G وليس نسخة الـ3G، بحكم الأداء وبحكم الريت اللي جابه العالي، أو التقييم اللي جابه كان مالته كلش عالي في الاختبارات، أو بصورة عامة في الأداء. فلذلك خلينا نحكي شنو اللي يجي بيه. طبعا تجي نسختين اللي هي السناب دراجون 805 والاكزينيوس الاوكتا 5 والاوكتا 7. بس خلينا نحكي بصورة عامة شنو اللي يجي بيه. تجي بيه اول شيء عندنا الاسبن اللي هي راح تكون مميزة عن باقي الاجهزة، اللي هو القلم الموجود في النوت، سواء في النوت 3 او النوت 4. وايضا يجي بكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل مع وجود الاو اي اس او الاوبتيكال ايمج ستابلايزر، مع كاميرا امامية بدقة 3.7 ميجا بكسل، وايضا عندنا الرام هو 3 جيجا بايت. هاي افضل الاجهزه من ناحيه الاندرويد الخاصه بسامسونج. اول شيء بدينا بسامسونج، خلينا نبدي بافضل هاتف يعني من ناحيه الحجم، او انه يحصل على الجائزه الشرفيه خلينا نقول عليه، اللي هو النكسس 6. النكسس 6 عفوا يجيب شاشه 6 انش، وايضا عندنا انه يجيب نظام الاندرويد الخام، يجيب نظام الاندرويد 5 لولي بوب. وبما انه تملك انت النكسس راح تحصل على التحديثات اول باول قبل وصولها الى باقي الشركات. المعالج هو البي سناب دراجون 805، 3 جيجا بايت من الذاكره العشوائيه، والكاميرا الخلفيه بدقه 13 ميجا بكسل واماميه بدقه 2 ميجا بكسل، وايضا بالفاست تشارجنج وهالاشياء اللي انضافت فوق كل هذا انه هو مقاوم للماء على ما اتوقع. نجي على هواتف سوني. الصراحه انا الهاتف من سوني هذا ما كنت مقتنع به صراحه، هاتف سوني اكسبيريا زد 3 والزد 3 كومباكت. الحين حنحكي عن الزد 3 بصوره عامه. اول شيء انه عندنا الجهاز مقاوم للماء، هاي شغله اولى. عندنا الكاميرا اللي هي 20.7 مع عدسه الجي، المصورين راح يعرفون الجي لينز شنو هي بالضبط، بالتالي راح تطلع لك صور في كافه الظروف، ارقى الصور راح تطلع لك واضحه في كافه الظروف. ايضا عندنا المحركات الموجوده به مثل الاكس رياليتي انجن، وايضا عندنا الالوان اللي راح تعطيك، وايضا الخاصه بسوني محركاتها الخاصه بالديسبلاي او بالعرض مدموجه به. طبعا هذا كله راح ياثر على البطاريه. ايضا سوني اعاد التصميم بشكل جدا مناسب، والمفاجاه انه حجم الجهاز قل يمكن يجي على 20% من الزد 2. الزد 3 جهاز خفيف الى ابعد الحدود، تقدر تروح اي مركز مبيعات السوني معتمد راح تلاقي الاجهزه اللي حاطيها ممكن تجربها، وشوف خفه السوني زد 3. فعليا الجهاز خفيف الى ابعد الحدود. نرجع شويه الى بدايه عام 2014 ويا جهاز النكسس 5. النكسس 5 حقق يعني اصداء جدا عاليه. نكسس 5 حقق اصداء عفوا جدا عاليه في المبيعات او حتى في الاداء. جهاز نكسس 5 اجى طفره خرافيه من ناحيه الاندرويد الخام بالنسبه للمواصفات المدمجه في الجهاز. ايضا اجى الجهاز بكاميرا 8 ميجا بكسل بها او اي اس بلس، وقادره على تسجيل فيديوهات فول اتش دي، وايضا الشاشه جت فول اتش دي بدقه اي بي اس، والسناب دراجون 802 جيجا بايت الرام.
نجي على جهاز يمكن ما معروف في الشرق الأوسط بصورة كبيرة أو حتى في العالم، بس بعد حملة إعلانات إلى ما غير ذلك يلا نعرف الجهاز، وحتى صارت طريقة الحصول عليه إلا تجيك دعوة، إلا تسجل في الموقع مالتهم على مود تجيك دعوة، أو واحد مقتني الجهاز يسوي لك دعوة وتشتري، والدعوة هاي تشتريها بفلوس. جهاز الوان بلس وان، أرقى أجهزة الأندرويد اللي صدرت من الشركة الصينية. حتقول لي شركة صينية ودعوة، والدعوة بفلوس وممكن ما تحصلها؟ فعليا الدعوة ممكن توصلك من شهر إلى 7 أشهر إلى 8 أشهر إذا كانت بالطريقة الاعتيادية. في بعض المواقع توفرها، لكن أنا أحكي على الطريقة الستاندر الاعتيادية. الجهاز هذا حقق أعلى الأشياء الموجودة في الأندرويد، خصوصا أن الجهاز يعمل بنظام سينيجن مود مطور، يعني عندهم الروم خاص او السبورت خاص بيه من سيانجن مود، انه كل الاشياء اللي كنت تسويها بالاندرويد بتحتاج رود على مدى تسويها كلها حتنضاف بالجهاز، ما راح تحتاج انه تسوي اي شيء والله، واصلا الجهاز حيجيك هو بيروت اصلا، يعني ما راح تحتاج اي شيء. الجهاز اداءه جدا جدا عالي، وحتى انه حقق طفرة كبيرة في عالم الأجهزة الصينية. احنا نعرف الأجهزة الصينية أجهزة خلينا نقول ما تسوى انه هي تشتري 100 دولار، لكن سعر الجهاز هذا الفعلي 300 دولار، بس أداء مال الجهاز يفوق سعره 700 دولار من ناحية المواصفات، من ناحية السبورت، من ناحية السوفتوير، من ناحية الاستخدام، البطارية، إلى كل اللي تحتاجه انت بالجهاز راح تلاقيه بجهاز الوان بلس وان. يجي بشاشه 5.5 انش بدقه فول اتش دي، وايضا عندنا المعالج هو سناب دراجون 801 3 جيجا بايت رام، وايضا عندنا الخواص ايضا المدمجه اللي هي بتقنيه الاو اي اس، قادر على تسجيل فيديوهات 4K بصيغتين اليو اتش دي، والثانيه ما اعرفها شنو يا بابا. نجي على جهاز اللي هو ال HTC One MA. طبعا الجهاز جدا جدا رائع من ناحية التصميم، من ناحية المميزات. يمكن انا ما سويت عليه فيديو في القناة بسبب انه بعض السلبية اللي كانت مهمة بالنسبة لي يمكن البعض ما يعتبرها سلبية، الا وهي انه تصميم الجهاز كله من الالمنيوم. من الالمنيوم معناته انه الجهاز معرض للخدش، معرض للكسر خلينا نقول بصورة أكبر من باقي الأجهزة المصنوعة من البلاستيك أو مصنوعة من الألمنيوم مع البلاستيك إلى ما غير ذلك مثل النوت 4. فلذلك عندنا الجهاز اختار كأفضل هاتف لعام 2014، بس هو ما يعتبر كأفضل هاتف من ناحية المواصفات، بس إنه كان من فئة الميديوم أو متوسط المواصفات. فلذلك يعتبر الجهاز من الأجهزة اللي صدرت في عام 2014 واللي تميزت بهذا الشيء من ناحية التصميم. ما ننسى إن الجهاز جاء فيه كلش كلش حلوة، إنه هي كاميرتين، الكاميرا الثانية اللي فوق الكاميرا الأمامية تقيس لك بعد الصورة أو عمق الصورة بصورة أوضح، خلينا نقولها عمق الصورة تقيس على أساس يضبط الفوكس، يضبط الشتر إلى وغير ذلك. راح يكون عندك شيء بروفيشنال أكثر بالكاميرا. شاشة جدتي هي فول اتش دي، وايضا كما ذكرنا انه الجهاز اخير شيء حصل على نسخة الاندرويد 5.0 بالنسبة لاصدار الجوجل بلاي. ايضا عندنا اجهزة صدرت لو جي، الموتو جي. حتقول لي جابه بالموضوع هذا ما يعتبر من افضل الاجهزة، لا حنعتبره افضل الاجهزة. ليش؟ بالمواصفات اللي قدمها وبالسعر الخاص بالجهاز. طبعا احنا نتكلم عن السكند جنريشن او الجيل الثاني اللي هو الموتو جي 2014. اول شيء الطراز اللي قبله اللي هو الموتو جي اللي صدر في عام 2013 هذا العام، كان مسوي فت كارثة حقيقية اذا صح التعبير، لانه اول شيء كانت عند التحديثات تجي دايركت، وايضا عندنا المواصفات اللي قدمها ورخيص، يعني كالجهاز كسعره رخيص. اما عندنا الموتو جي 2014 الشاشه اللي بيه هي 5 انش، طبعا الشاشه اتش دي وليست فول اتش دي، يعني 27 بي او 720 بي. ايضا عندنا المعالج هو السناب دراجون، والمعالج اللي اجى بالجهاز هو سناب دراجون 401 جيجا بايت من الذاكره العشوائيه او الرام. الكاميرا جت بدقه 8 ميجا بكسل، ومكبر صوت او السبيكر كان بالجهه الاماميه، يعني الصوت اللي يطلع لك ستيريو. كجهاز كصناعة وكهيكل بصورة عامة جدا جدا ممتاز. وأيضا ما ننسى سعر الجهاز يعني جدا رخيص بالنسبة للمواصفات اللي قدمها، يعتبر من المواصفات المتوسطة أو الواطئة انت صح التعبير. طبعا أيضا سعر الجهاز تقدر تحصله أنت مقابل 200 دولار أمريكي. بعض الأجهزة اللي صدرت في عام 2014 كما ذكرت ما يعني كانت افضل الاجهزه في وقتها، لكن الحين صدور الاجهزه اللي اقوى منها مثلا الاس 5
كان هو افضل جهاز من سامسونج لعام 2014، وهو اللي حد الان افضل واخر. يعني اكو بعض الاشخاص بدأ يفرقون بين سالفة الافضلية، او خلينا نقول الشركة وافضلية الاجهزة بالنسبة لها. يمكن بعض الناس عبالها انه سامسونج افضل جهاز عندها الاس 5، فعليا هذا الشيء خطأ. فالاس 5 افضل جهاز لعام 2014 في وقته، لما كان هو اخر، او خلينا نقول هو فعليا اخر اصدار من سلسلة الاس، اللي اس 5 انتهى، وهو يعتبر افضل اصدار من سامسونج بالنسبة لسلسلة الاس. قبل ما يصدر النوت 4 كان النوت 3 اخر وافضل جهاز بالنسبة لسلسلة النوت، بعدها اجى النوت 4. بالتالي على هذا التصنيف يكون يكون تصنيف الاجهزة كافضلية. كذلك ال جي، كذلك سامسونج، كذلك سوني ايضا. السوني ما نستعدها، الزيتو صدر في عام 2014، بس بعدها اجى الزي 3 والزي 3 كومباكت، هذا كان يكونهن مكملات له. بالتالي فيعتبر الجهاز الاخير من نفس السلسله هو افضل جهاز بالنسبه للسلسله هاي. ايضا عندنا اجهزه ما ذكرناها من ناحيه ابل. ابل افضل جهاز لعام 2014، يعني من وجهه نظري انا اشوفه لعام 2013 و14، اللي هو سائل الايفون او الابل ايفون 5S، من ناحيه المتانه، من ناحيه الاشياء اللي بيه، لانه تقريبا شفت الايفون 6 هو فقط تغيير في الحجم، زياده على الاشياء التافهه فعليا على التصميم او على الاشياء الداخليه مثل الهاردوير. لكن هاي بعد هي ثقافه مشتري يحب انه يشتري، لانه والله اخر جهاز من ابل او شيء. هاي الراد لها موضوع، يعني اقل شيء حلقه تطول فد 45 دقيقه حسب ما انا سويتها مره ومسحتها. لذلك عندنا افضل الاجهزه كما ذكرت من ناحية أبل بالنسبة للهواتف الـ S5 بوجهة نظري، طبعا بوجهة نظر كادر العمل، وأيضا من ناحية التابات الآيباد إير والإير 2 طبعا ما ننساهن، وأيضا من ناحية التابات الخاصة بسامسونج عندنا التاب S، وأيضا النوت 2014 نسخة 2014، وأيضا من ناحية الـ LG عندها الجهاز اللوحي مالتها، أتوقع الـ LG تاب هو صدر قبل 3 سنين، بس بما أنه ماكو اصدار جديد الى او ماكو تحديث الى، فراح يكون او ما راح يكون من ضمن التصنيف. ايضا عندنا التابات، اتوقع ان سوني عندها تاب جديد مكمل لسلسلة الزي 3 كتابات، ايضا يعتبر الافضل في عام 2014. بعض الاجهزه، توجد العديد العديد من الاجهزه فعليا ما لحقنا نذكرها، مثل البلاك بيري. البلاك بيري عندهم افضل جهاز حاليا، وحسب ما جربت اني واشتغلت بيه الباسبورت، بالنسبه لحجمه راح يكون معيق شويه، لانه تريد تعرف حجمه فقط اي جواز سفر عندك راح تعرف انه هذا هو حجم الجهاز الفعلي. بالتالي هي افضل اجهزه اللي صدرت لعام 2014. كيف تشتري الجهاز اللي يناسبك؟ ببساطه روح على المواصفات اللي قدمها والاداء اللي قدمه. اذا كان الاداء والمواصفات اللي قدمها تناسبك، فعلا هذا الجهاز راح يقعد وياك فتره اطول. لان انا انتهى كل شيء بخصوص موضوع هاي الحلقه. ان شاء الله في باقي او عندنا عده فيديوهات وعده افكار ان شاء الله راح نبدا نطبقها فعليا من عام 2015 مع كادر العمل طبعا. اما اللي اشتغل على هذا الفيديو، طبعا كل الشكر والتقدير الى الاخ علي فائز. طبعا جميع روابط كادر العمل راح تلقوها في الاسفل في الديسكربشن. وايضا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. وايضا عندنا فيديوهات تقنيه في القناه تقدرون تشيكون عليها وتشوفوها. لذلك كان وياكم بالتقديم والاخراج عبد الله رافد، وبالاعداد علي فائز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.